عن وزير الثقافة والفنون الدكتورة سوريا البروجي. نرحب كذلك بالسيدة فاطمة زهراء المسلوسي المديرة العامة لأوبرا الجزائر ونهاب مسايح. ترحاب كذلك خاص بالسيدة نصيرة هيشية المديرة العامة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. نرحب كذلك بالسيد عبد الله أبو بندورة المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام. ترحاب خاص وكبير بواحدة من رموز الجهاد في الجزائر المجاهدة القديرة وزادة الحريز. من فضلكم تحية كبيرة، أهلا وسهلا بكم، ومن خلالكم نرحب بكل الأسرة الثورية ونحن نعيش 60 استقلال الجزائر الحبيبة. نرحب كذلك بالسيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر بما فيهم السيد القائم بأعمال سفارة ألمانيا في الجزائر، ألمانيا ضيف شرف هذه الطبعة. نرحب كذلك بالأسماء الفنية الحاضرة معنا هذا المساء والزملاء من وسائل الإعلام المكتوبة المسموعة المرئية والإلكترونية العمومية والخاصة. حضورنا الكريم، مساءكم لحم، مساءكم وطن، مساءكم خير، مساء الخير فاطمة. Bonsoir Mohsen, un plaisir de vous retrouver comme à chaque fois, notre grande invitée d'honneur, symbole de l'indépendance de l'Algérie. Mesdames et messieurs, parmi nous ce soir, la grande Moudjahida, vos applaudissements pour Madame Louisette Ribahrez. Bonsoir. العاصمة الجزائر ستكون عاصمة للموسيقى السيمفونية، فأهلا بكم جميعا إلى مراسم افتتاح الطبعة 12 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية. المهرجان يقام تحت رعاية السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مونوجي، ومن تنظيم محافظة المهرجان الثقافي الدولي 12 للموسيقى السيمفونية على رأس المحافظة الأستاذ عبد القادر أبو عزار. من فضلكم تحية للأستاذ عبد القادر أبو عزار، يتفضل لإلقاء كلمة تحية. Monsieur Abdelkader Bouazara, commissaire du Festival culturel international de musique symphonique, afin de prononcer son allocution d'ouverture. Son mot de bienvenue. Bonsoir, monsieur Bouazara. السيدات والسادة، إدارة وزارة الثقافة والفنون المجاهدة لذات غير حيل، السادة السفراء، السادة أعضاء السلك الدبلوماسي، ورعاية السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا بروجي، ها هو الموعد يتجدد اليوم ونحن نفتتح الدورة 12 من المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية بعد غياب سنتين كاملتين. وها هي أوبرا الجزائر وعلام بسايح تحتضن وتنفرد بوقع السيمفونيات لأوركسترات عالمية جاءت للمشاركة في هذا المهرجان على وقع الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية. التقائنا بهذا ونبدع فيها لنضفي عليها لمسة من لمسات موروثنا الموسيقي الأصيل، فلقي طبعة أن يسافر بنا عبر نغماته وألحانه إلى باقة من البلدان. ككل طبعة يحظى بنا في بلد نستكشف ونستمتع بعذوبة ألحانه، فبعد دعوة روسيا ضيفة شرف سنة 2018 ثم جمهورية مصر العربية سنة 2019، ها أنا على غرار الدول الأخرى رائدة ومولعة بهذا الفن الرفيع، ها هي اليوم تستضيف دولة ألمانيا وعلى مدار 6 أيام بمشاركة 13 دولة بما فيها الجزائر. أساتذة لو جون اي بريان مايسترو لوتفي سايدي اي لوركستر لارتير ال موندو دالمانيا انفيتي دونور دو سيت 12 اديسيون دو فيستيفال افيك لو مايسترو فيرنر ايرارت اي موسين اي موا فو سويتون دو باسي اون اكسيلونت سواري. ميرسي دو نو بريتير اتونسيون. ا توت ا لير. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.